انتخابات رئاسة مجلس النواب ونيابة رئاسة مجلس النواب إضافة إلى مكتب المجلس كشفت عن واقع يعني لبناني ملتبس، لا سيما بعد نتائج الانتخابات النيابية. صحيح أنه حزب الله خسر الأكثرية النيابية التي كان قد اقتنصها في انتخابات 2018، لكن هذه الخسارة هي خسارة نسبية كما تبين من خلال انتخابات رئاسة مجلس النواب. ليش هالأمر؟ الأمر الأول هو أنه موقع رئاسة مجلس النواب هو موقع له صفة ميثاقية وفي خلو تام لأي يعني منافسة للرئيس نبيه بري الذي يجدد للمرة السابعة، يعني حوالي 30 سنة متتالية على رأس هذا المجلس النيابي. بالطبع المعركة المعنوية والمعركة اللي إلها مدلولات سياسية وإلها علاقة بإعادة تكوين مجلس النواب كانت نيابة رئاسة مجلس النواب. نتيجة الرئيس نبيه بري لم تكن نتيجة يعني جيدة إذا صح التعبير، بمعنى أنه نجح، وهذا الأمر كان متوقع. المشكلة ما كانت عنده، المشكلة كانت بالنتيجة وكانت بالسكور اللي حصلوا، وكان يعني مثل ما بيقولوا نجح وقطع على الحافه 65 نائب، وهذا تدني ملحوظ يمكن ما بيتعلق بس بشخصه وبانه 30 سنه على راس مجلس النواب يعني مده طويله، لكن بيتعلق ايضا بالفريق السياسي الذي ينتمي اليه ووجود اعتراض كبير على هذا الفريق السياسي. المنحى الآخر كان أو الجانب الآخر كان نيابة رئاسة مجلس النواب والمعركة الشديدة التي بدأت بالمرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية، يعني خلينا نقول على المنخار. هذه لها مدلولات كبيرة. أولا المدلول الأول هو أنه صحيح تمكن التيار الوطني الحر بدعم من الثنائي الشيعي وحلفائه من اقتناص هذا المنصب، لكن ما في شك أنه كان تشرذم القوى السيادية والقوى التغييرية هو الأساس في اقتناص هذا المنصب. هذه نقطة يجب أن ينتبه إليها الجميع، ويجب أن ينتبهوا أنه في استحقاقات قادمة أخطر بكثير من استحقاق المجلس النيابي، وهي تكليف ثم تأليف الحكومة ثم رئاسة الجمهورية. ولذلك الدعوة هي دعوة للجميع ولا سيما للفريقين السيادي والتغييري، انه عليهم ان ينزعوا عنهم هيك رداء الغموض ورداء الشعارات ويذهبوا نحو سياسه واقعيه ويحاولوا انه يتكتلوا. اذا ما تكتلوا سوف يبقى حزب الله ممسكا بالبلاد من اولها لاخرها، وسوف يستفيد ويستغل هذا التشرذم، وما بنكون عملنا شيء ب 15 ايار 2022. الكرة هي بملعب التغييريين والسياديين وللبحث صلة.